من استوديو صيف البحرين صبح عليكم بالخير مشاهدينا في حلقة يوم الاثنين، وإن شاء الله يكون صباح سعيد عليكم. إن شاء الله صباحك خير حمد، وأكيد صباح الخير لكل المشاهدين اللي تابعونا في صيف البحرين. صباح جديد مليء بالفقرات المتميزة اللي جهزها لنا فريق الإعداد، وفي البداية حابين نفتتح حلقتنا مع الفن التشكيلي. إيش رأيك بالفن اليوم في الصباح وبداية شيء حلو، والناس بتستغرب من الشيء اللي عندنا اليوم. فنانة وايد متميزة، يعني متميزة. عن فنانة بحرينية شابة درست الفن بحذافيرة، ففنها يعتبر مختلف نوعا ما، ما اختصر فقط على الرسم على الورق بل أيضا على الجدران وأغلفة الهواتف الذكية وغيرها من الأشياء. أكيد من نبتدي ونرحب في ضيفاتنا. طبعا مين ضيفاتنا اليوم؟ ضيفتنا عزيزة بدري، أهلا ويا مرحبا فيك. أهلا يا مرحبا فيكم. شلونك؟ الحمد لله. إيش هالصباح الجميل بهالرسومات والإبداعات الجميلة. مشكورة. أنا من دخلت الاستوديو اليوم شفت الرسومات قلت لا صباحنا حلو اليوم. أيه. يوم الاثنين وبفن نبتدي بشيء حلو. في البداية كلمينا يمكن عزيزة عن موضوع بداياتك وشغفك في الرسم، بما أن هذا الشيء الفن التشكيلي شيء وايد يحتاج له وقت وجهد، يعني عشان تسوي له توصل لمرحلة متقدمة، فكلميني على البدايات. بداياتي يعني في بداياتي وحبي وشغفي للفن أقدر أقول يعني من وأنا صغيرة، يعني كنت أحب أرسم، كان أي عمل فني أي صورة كانوا يلفتون نظري، حتى يعني أقدر أقول صدق ما كنت في بيئة فيها فنانين إلا أنها كانت تدعم الفن، سواء من أهل أو أقارب أو حتى أصدقاء. وحتى بعد دخولي للمدرسة كنت ألاقي الدعم والتشجيع من المدرسات نفسهم بعد ما شاف ان عندي حب ورغبه في الفن. ما شاء الله عليك. يعني يمكن احنا نعرف عزيز ان الفن ما شاء الله انواع، يعني في يمكن الرسم التجريدي وفي غيره من الرسومات، انت اي فن اللي تميلين له اكثر؟ انا جربت يعني كذا نوع وبس اقدر اقول ان اميل للمدرسه الانطباعيه اكثر. الانطباعيه. أي. اليوم ايش راح نسوي ويا بعض؟ ايش راح ترسمين؟ ما بقول ايش بنسوي، يعني احنا مالنا في الرسم وايد نحاول. بالعكس جربنا ما شاء الله كل شيء. تعلمنا شويه. خلينا نتكلم. خلينا نشوف شنو. انا بعد المدرسه الانطباعيه صراحه اول مره اسمعها. يعني ممكن تشرحين لنا اياها شنو هي؟ هو اصلا سبب اختياري لها او ميلي لها، أنا بالنسبة لي اللوحة مو بس عمل فني أو نقل للموضوع، اللوحة فيها مشاعر الفنان، أحاسيسه. فالمدرسة الانطباعية وفرت لي هالشيء، يعني هي تعتمد على انطباع الفنان، أحاسيسه ومشاعره، سواء ظهرت في اللون أو ضربات الفرشة. فلهالسبب يعني أميل لها. فيكون الإحساس مشمول مع رسمك يترجم يمكن على اللوحة نفسها. ايش راح تسوي لنا اليوم عزيزة ان شاء الله؟ اليوم برسم على الكفر. طبعا انا الفن مو بس بالنسبة لي رسم على اللوحة، استخدمها في حياتي في كل شيء، رسمت على الملابس، على الطوف، على كل شيء، يعني الفن اطبقه في حياتي. فبرسم اليوم على الكفر. بس اي كفر تليفون. بس اول شيء حابة اقدم يعني شيء بسيط حق الأستاذة حبيبتي. شكرا شكرا. تفضل حمد. مشكورة عزيزة والله. أنا ترى أحب الهدايا، يصير أبطلها على الهواء إذا خلا صورها قبل. تعرفون إحنا نحب التصوير، لازم التصوير قبل. لا شوف إحنا ريايل دايركت نبطل بدون تصوير. أنا أحب التصوير الصراحة، يعني ودي أصور هديتي. صوري صوري يكون خلصنا احنا البرنامج. يلا صور. لا الله على ما الله صورتي. الله اوه رسمينك كيوت حمد. شو بطلت الهدية بسرعة شلون؟ الله تفهم شنها احلى مني بشوي. بس اوكي. لا صراحه ايمان لي حين تبطل الهديه. ما حد قال لها تصور. ايمان حاطين لك اي والله شقها. شفت احنا البنات نبطل هديه بشويش، يعني لا لان الصورين يكون خلصت المتعه. ها عزيزه ايش بترسمين على ما احنا نبطل الهديه؟ شوفي شوفي الفن. متحمسه بشوف شنو. الله والله حلوه حمد، ترى وايد شبهك ما شاء الله. هذه إيمان. الله هذه أنا. شكرا لك عزيزة وايد حلوة. من أساسا هذه الصورة أنا أحبها. شكرا لك وايد. الحين بنشوف شو بترسمين عزيزة. برسم شيء بسيط يعني، بس برسم تبع الشمس عشان الوقت.
واخترتي الالوان العاديه صح؟ اي الوان اكريليك، وطبعا انا راسمه سكتش قبل عشان يسهل لي تطبقين الصوره نفسها. وانتي ترسمين عزيزه اختي راحتك، احنا بنسولف وياك يعني. ودي اسال بالنسبه حق الرسم على يمكن الكفرات حق التلفون ولا غيره، هل هو سهل ولا صعب؟ يعني انا اشوف ما شاء الله اتقنتي صورنا على الكفرات. هو كبدايه الواحد يحتاج يتعرف على الماده عشان يفرض اسلوبه عليها. فاي ففي البدايه اكيد واجهت صعوبه، بس قدرتي تتغلبي. اي بس اقدر اقول ان الصعوبه الاكبر كانت شلون ان احافظ على الرسمه اكبر فتره ممكنه. فيعني صرت احط الورنيش عشان يحافظ عليها. يمكن شلون ترجم اصلا نفس ما قلتي انت المدرسه الانطباعيه انت قاعده ترسمينها، فشلون الواحد يترجم مشاعره في الرسمه نفسها؟ انت يعني تفكرين في شيء معين وقت ترسمين، ولا يعني ممكن ان تسوين مثل ما نقول فري ستايل او شيء كذي واللي يطلع معك؟ هو احساسي يعني الحاله اللي اكون فيها، حتى الاعمال اللي تحت كانت تجربه الاثر النفسي لدى الفنان. فكنت يعني ارسم كل لوحه على كذا حاله مختلفه. ما شاء الله، خذي راحتك عزيزه، احنا بنشوف شلون ترسمين، شو الخطوات اللي بتسوينها. اول شيء حطيتي الالوان؟ اول شيء احط طبقه خفيفه عشان يعني تكون مثل الاساس للعمل. حلو. والحلو بعد انه في البدايه تقدرين انت تشتغلين، اذا غلطت في شيء تمسحينه بسكين او اي شيء قبل ما اهم شيء للحين ما حطيتي الورنيش يعني تقدرين تتحكمين الحين فيه قبل ما تحطين الورنيش اللي هي تعتبر طبقه عشان تثبت اللون. صح. صعوبه بعد ترى على الكفر انك ترسم على الكفر احس اصعب من ترسم على لوحه، لانه اصغر والسيرفس بعد مال السطح، سطح المكان ما يعود فيه صح عدد الالوان، صعب يحتاج له وقت ينشف، يحتاج كذا طبقه اكثر من طبقه. لها سبب بعد اخترت الوان الاكريليك لانها تجف بسرعه. تجف بسرعه. انا ودي اتكلم عن لوحات، خذي راحتك عزيزه. شوف ما شاء الله حمد اللوحات الموجوده عندنا في الاستديو كل لوحه تعبر يعني عن فرح، حزن، تعبر عن شخصيه اللوحه او شيء المرسوم نفسه اللي موجود. خلينا نتكلم عن اول لوحه. هذه حمد، هذه صح؟ انا ما اشوفها هذه. ايوه هذه اللي هنا. هذه اللوحه جميله والله، وايد حلوه، فيها الوان، فيها حتى الوان في دمجي الالوان يمكن لها طابع خاص هي في رسمها. اول ما دخلت كل رسمه خلاص عرفت انها عزيزه رسمتها، عرفتي انه يعني في لها طابع خاص في الوي الخاصه، اي في شلون ترسم الرسمه نفسها احس عندها روحها طابع خاص. لا ما شاء الله عليها متميزه، حتى انا عجبتني حتى هذه اللي على الستاند. مرة عزيزه حاولتي تفكرين تسوي معرض شيء؟ شاركت اكيد في معارض داخل الجامعه وخارج الجامعه. شاركت في معرض تسامي، في معرض لايرز، وخارج الجامعه شاركت في معرض باب ارت كان تحت رعايه الشيخه سبيتشا. طبعا حابه اقدم لها الشكر والتقدير لدعمها وجهودها للشباب البحريني. وحتى بعد شاركت في معرض الشيخه هلا في المركز الثقافي، بعد اقدم لها الشكر والتقدير لدعمهم المستمر للشباب. للشباب اكيد. الحين احنا وين وصلنا في الرسم؟ للحين كطبقه اولى فتكون شفافه. هو اقدر اصبغ الون كامل الكفر في البدايه، بس انا حابه انه يكون جزء الشفاف موجود. الشفاف نفس ما سويتي يمكن على هذه اللوحه، على هذا الكفر. يعني انا لاحظت ان هي حاولت هني تغمج يعني بالشعر او بالشكل، بس خلت مجموعه هني شفافة، يعني المساحة تكون شفافة. يعني أنا خل أحط الحين والله أحس أكثر واحدة بتستانس إني بغير الكفر اليوم نور. الله حلوة، حلو تلفوني. شوفي الحين صارت مو شفافة لأن على لون إي، بس يعني شوف شلون بينت أحس أكثر بعد. صح يمكن صح الرسمة يعني. لا صراحة شلون تقدرين توصفين رسماتك عزيزة؟ شلون توصفينها؟ أقدر أوصفهم أن رسماتي مو بس نقل للواقع، هم فيهم مشاعري أنا. أيوة فيهم أحاسيسي. هذه يمكن نبي نوضح للناس أن ترى هاي أشكال أشخاص، ولكن أنت حطيتي لمستك فيها. أي وهاي هذه اللي ميزك أنت فيها. أنا أقدر يعني أنا عارف أن يمكن الرسم يحتاج حق تدريب، يحتاج حق تطوير عزيزة.
هل انت تطورين نفسك من ناحيه الرسم؟ يعني من اول لوحه رسمتيها لاخر لوحه، هل تحسين في رسمك في تطور من ناحيه الالوان، من ناحيه حتى رسم الملامح وغيره؟ اي اكيد، حتى اقدر اقول انه يعني بعد ما دخلت التخصص الفنون اضاف لي وايد، من سواء من الناحيه النظريه او العمليه او حتى الميدانيه. يعني فكرتي تقدمين دورات يعني حتى حق المبتدئين؟ ان شاء الله في الخطط المستقبليه. يعني حاطينش تقدمين دورات ان شاء الله؟ بقدم اونلاين. يعني اونلاين هذه هو يمكن بعد شلون التفاعل اونلاين، يعني خصوصا في هالفتره الحجر اكيد قضيتي ترسمين انت في هالفتره صح؟ اي، وحتى يعني تعليقاتهم الحلوه اللي على السوشيال ميديا هي الدافع اللي تخليني قاعد استمر وارسم يوم عن يوم. ما شاء الله، وتعطين اكثر في المجال. شو سويتي في الفتره دي، فتره المنزل؟ كنت كلها اشارك في مسابقات، في رسومات، وبعد استانس لما اشوف تعليقات حلوه من فنانين كبار على حسابي. يعطيك دافع اكثر. يعني تحسين انهم يعطونك دفعه معنويه انك تقدمين اكثر في مجال الرسم. انا شدتني اللوحه اللي يمها اللي اربع صور صح؟ انا بعد مساع ودي اتكلم عنها. انا ودي اطالعك لكن قاعد اطالع هنا. هذه لوحه شويه غريبه نوعا ما، انا بالنسبه بالي يمكن اول مره اشوف هذه النوع. كرتونيه يمكن إيه؟ اكثر كرتونيه اكثر. هي كانت تحت بعد رعايه الشيخه هلا، هي اعطتنا مطلق الحريه نرسم اللي نبيه. فانا بديت الفتره كنت امر يعني بضغوطات الجامعه واختبارات ومشاريع، فحبيت ان ابين الضغوطات اللي قاعد نمر فيها. ويمكن بعد حجم الكانفاس ساعدني ان ابين ان في ضيقه وفي تعب وايد. هاي عقب الامتحانات شيء وايد وقت الامتحانات وقت الدراسه. واللوحه اللي يمها عزيزه الثانيه، انا بعد حبيت الالوان وشلون رسمتي السماء وشلون تباين الالوان. هاي اللوحه مختلفه عن اللوحات الثانيه. اي هاي لانها تميل للمدرسه، هاي الرومانسيه، المدرسه الرومانسيه. عشان كذي يمكن هاي كانت بداياتي. بداياتي يعني كنت اجرب كذا مدرسه، بس في النهايه حبيت المدرسه الانطباعيه. بس من وقت لوقت تحبين تنوعين؟ اكيد اي، اجرب كل شيء بعد ما احب ما اجرب. اكيد فناناتنا احنا بنرجع لك خلال الحلقه، بنشوف النتيجه النهائيه اختراحتك، بنكمل فقراتنا احنا. لكن الحين مشاهدينا راح ننتقل لفقرتنا الاسبوعيه اللي هي العلاج الطبيعي مع الدكتور هاني. خلينا نشوف ونرجع نكمل. مرحبا، صباح الخير. اليوم حبيت اكلمكم عن موضوع جدا مهم، هو اداء التمارين الوقائيه لحمايه العمود الفقري ابتداء من منطقه الرقبه للفقرات الصدريه، الفقرات القطنيه والحوض، وشلون نعمل او نؤدي هذه التمارين بطريقه صحيحه وبتكنيك او تقنيه صحيحه بدون اخطاء عشان نستفيد منها. وطبعا تمارين جدا سهله ومبسطه، ممكن ادائها اي وقت في المنزل او في اي مكان. طبعا هذه المنطقة، نبتدي بهذه المنطقة، منطقة أعلى الظهر مع اللوحين. هذه العضلات الموجودة بين اللوحين وحوالين أعلى الظهر هي الأساس لحماية منطقة الرقبة. لا يكفي فقط أن نمرن منطقة الرقبة، لكن أيضا مهم أن نعرف كيف نشغل العضلات اللي تحمي وتثبت الأساس اللي يتكئ عليه العمود الفقري في منطقة الرقبة. خلينا نبتدي بأول تمرين اللي هو تمرين الفتح بالعرض، هو الريفرس او اوبننج. حياك، افتح. طبعا شوف هالتمرين اهم شيء يكون العضلات الداخليه للوح اللي هي الشولدر بليد او منطقه السكابولا باللاتيني. هذه العضلات دائما عندنا ضعيفه من كثر ما احنا قاعدين من حنين الامام على المكتب، فالعضلات دائما تكون نقطه ضعفنا. دائما اللي عندهم مشاكل في الرقبه تكون عندهم العضلات ضعيفه. هذه واحد من افضل واسهل التمارين اللي هو يشغل هالعضلات ويثبت الاساس او البيز او القاعده اللي اتكى عليها العمود الفقري في الرقبه. سوينا خمس مرات وثبت في النهايه، واحد اثنين وارتاح، بعد مره ثانيه واحد اثنين وارتاح، حلو، بعد واحد اثنين ثلاث وارتاح، خش تمام. الحين ننتقل للتمرين الثاني. هياك نمسك من فوق. وضعية التمرين صحيحة، يكون الظهر مستقيم والصدر للأعلى، مد اليدين للأمام فوق إلى الأعلى، ركز على منطقة الكوع وسحبه إلى الخلف. حياك. هذه التمرين جدا مهم لتشغيل العضلات اللي تحت اللوح. الحين خلصنا من بين اللوحين،
لازم ايضا العضلات المائله لتحت اللوح، هذه لانها ايضا تساهم في تثبيت مفصل الكتف. والى الان خمس مرات، حي 1 2 على راحه 3. المسكه في النهايه مهمه، يعني السرعه عامل مو مهم، اداء التمرين بهدوء وفي المسكه اللي تتم ثواني هي هنا، هو هنا يكون التمرين او الفائده من التمرين العظمى او الفائده الكبرى من التمرين. روح تمام، شغاله واضح تحت اللوح، حيا بعد مره، ممتاز. زين، نتكلم الحين عن تمارين الكتف وتثبيت الكتف. حياك الني، اليد اليمنى، تثبيت الكوع. طبعا احنا نعرف مفصل الكتف حساس ومعرض جدا للاصابات، سريع بسرعه انه يتعور، بسرعة انه يتعرض لاصابات، تاهيله جدا شوي اخذ وقت وصعب. لكن معظم مشاكل الكتف ما تنتج من تقويه فقط العضلات الاماميه والذراع، لكن دائما احنا ننسى شلون نقوي العضلات المحوريه اللي هي روتيتر كاف، اللي هي العضلات اللي تحمي الكتف. من التمارين السهله جدا اللي هو التمارين المحوريه اللي هو اللي فيها التفاف بسيطه للخارج، هاي تمرين بيزك واساسي وسهل وله فائده جدا كبيره في حمايه مفصل الكتف. وانزل 1. واهم شيء في هالتمرين مفصل الكوع يكون ملامس للجسم والجسم ثابت، واللي يتحرك فقط اليد والمفصل الكتف الى الخارج فقط. ونرجع 3، حيا نرجع 4، حلو 5، ممتاز. وممكن اداء العكس ايضا، يعني ممكن من هالجهة من الخارج الى الداخل، ايضا ممكن اعمال التمرين بطريقه عكسيه من الخارج الى الداخل ومن الداخل الى الخارج لتقويه العضلات الاماميه الالتفافيه ايضا، وهذا ايضا يساهم في تثبيت وحمايه مفصل الكتف. تاس. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. حلو ان الطفل يبتدي في مشروعه الخاص من عمر صغير، والاهم انه يكون مشروع متميز وهو يكون حاب هذا النوع من المشاريع. واليوم معانا صاحبة ياسمين مشروع ديزاين، طبعا ياسمين الرحمة اللي هي اليوم بتنورنا وبتتكلم معانا عن هذا المشروع اكثر. صباح الخير ياسمين. صباح الخير. صباح الخير ياسمين، اشي حلوة، احنا دائما نحب يعني نستضيف اللي يعني صغار في السن وعندهم شغف وعندهم مشروع حلو، وانت مشروعك صراحه وايد حلو. يمكن انت متواتره كنت في البدايه، لكن اللي تسوينه صراحه يعني جميل وايد حلو، ومفروض يعني تنطلقين. انا اقول لك شكرا. فاول شيء فكره مشروعك شلون، وكلمينا عن المشروع. مشروعي يعني عباره عن شيئين، التاي داي كيت والتاي داي اللي انا اسويه. يعني التاي داي كيت تطلبينه وانت تسوينه حق روحك في البيت، تلونينه كامل، بس التاي داي بروحه انا اسوي لكم اي ما تبون. ويا حلو، يعني في نوعين من الاشياء، في اللي انت تجهزينه وفي للشخص. انا ودي ابطل ذي البوكس، طبعا اقدر اطلب ذي البوكس ويني للبيت صح. والله حلو البوكس بعد، حابين تبطلين كذا؟ انا احب ابطل الهدايا. يلا زين، سهل دائما تقولين لي انت بطل. اي هالمره اوكي، هالمره انا سهل. حبيت مرتب. كيوت، حبيت. اوكي يلا، خرخش وايد على المايك، الله يعيني من معصومه. هذه التي شيرت وفي هذه الاشياء صح؟ الوان، في الوان، خل اطلعهم. هم ذلين الالوان. اي لازم تحطين فيهم ماي، فيهم ماي واخلطهم يصير لون. حلو، في اكثر من لون، يعني انا لاحظت انت حاطه عليهم اساسا الالوان من فوق صح؟ خمس الوان وكلهم مختلف، وحبيت ان انت شرحت لهم الفكره من خلال. اوه اشوف لحظه، حبيت حبيت.
وطريقة إن شون هم يلونون والديكوريشن حق التيشيرت يعني. الله حلوة والله هذه الفكرة، أنا شفتها وايد وأحسها صعبة، صح ياسمين ولا تحسينها سهلة؟ حقيقة سهلة يعني، بس يو تاخذينه إيه؟ وتطبقينه إيه، بس تحطين الألوان وتنتظرين لما يجف ما يتبطلينه. بس يعني تختار أنت اللون اللي تبيه والشكل إيه؟ اللي تبيه إيه؟ يعني أنت بروحك تبدأ مثل يعني ما نقول، يعني ما يصير ما في تغلطين، ما يصير تغلط لأن أي شيء بيطلع حلو صح؟ إيه؟ لأن يمكن بس تحط الألوان يعني مثل ما نشوف هنا في سامبل إيه؟ تيشيرت، أتوقع مجرد بتحط عليه الألوان وأي شيء بيطلع صح. إيه؟ حلو بيطلع حلو صح؟ في اكثر من نوع، شوف حمد يعني يمكن النوع اللي عندك غير يعتمد على شلون بتربط التيشيرت. الحين فهمت الفكره. سهل، شوف انا دقيقه واحده شفت الاوراق وعرفت شلون ممكن نسوي. ياسمين تشوفين هذه البوكس وايد بنات يحبون يشترونه، وايد يعني وايد ناس يحبون يشترونه يتفاعلون. شلون تشوفين الاقبال؟ الاقبال يعني واجد كبير وواجد ناس يحبون يشترونه لانه يستانسون و إيه؟ في السوشيال ميديا شو يقولون عن شو يقولون شو يتكلمون؟ أكيد تحطين الصور ساعات في الانستغرام وتعلمينهم طريقة إنهم يشتغلون عليه، تحسين يسألونك وايد أسئلة يبون يتعلمون. يسألون إذا شلون نسوينه، شلون نحط الألوان وكذي. فحلو. من وين يمكن تعلمتي هاي الأشياء؟ أنا أول شيء كنت أعرف شلون قبل كنت أسويه، بس بعدين قلت أبى أبيعه. كنت أبى تسوي مشروعك الخاص. فابتديتي بهذه الفكره، وهذه تشيسه شنو فيها حمد؟ خلينا نشوف شنو داخل. هاي اللي انا سويتها، هاي اللي انت تسوينه جاهز. هذا الجاهز. خلينا نشوف شنو شكل الجاهز. اي يلا هات بطلي. هذه جاهز انت تسوينه وتشتغلين عليه. حلو والله. يعني احنا نقدر نسوي هالتيشيرت بروحنا واذا نبي احنا نشتغل عليه او اذا نبي جاهز انت تسوينه. اتوقع الحلو وايد في انه يعني صيفيه واحنا في الصيف، الستايلات كلها صيفيه. ف زين انا الحين انا ودي انا بشرح الفكره حق المشاهدين، واذا في شيء غلط ياسمين انا قلته عدلي لي. هو هيك تيشيرت ابيض نفس ما موجود في الكيسه صح؟ انا اربطه ولا الونه وش يربطه؟ اي اول شيء تربطينه بعدين تحطين بعدين احط عليه الالوان اللي هم ذلين، اختار اللون اللي ابيه، هذه اللون الاورنج اخلطه ويا ماي واحطه واربطه واخلي له ما يجف. وبعدين بطله يطلع لي بهالشكل. بس شلون تسوي هاي الاشكال؟ تحط التيشيرت ويو دوره من الوسط بعدين تحطون الرابر باند. حلو اللي هي حاطه ردي الربطة موجودة. هذه أنا راحت عني بي. إيه الربطة عشان ليش سويت شلون سويت؟ لا هو لازم ينربط يعني. الحين أنا اللي فهمته الحين من الورقة اللي هي شرحتها وحطتها في البوكس إن هاي تيشيرت أبيض نفس ما هو موجود في الكيسة. أربطة إيه أربطه وأختار لون وأصبه يعني وخلطه وعقب أفتح لين ما يجف ويطلع لي هاي الشكل، ويعتمد اللون يعني أقدر ألبس أكثر من لون. الحلو انه يعني في هالوقت بعد بما ان احنا في فترة كورونا صح ايوه ونقعدين في البيت، حلو انك يعني تسوي شيء مفيد في النهاية وبتلبسه لانه في الصيف يعني الوان صحيح. صيفية في الوان البحر الحين صيفية وحلوة صح بحر، وتونا نتكلم عن بركة السباحة يعني خلاص اليوم مصيف صيفين. ياسمين اذا انا بشتري منك ذي البوكس ابي اقول لك ابي الوان معينة، تخلين لي الالوان معينة ولا انت تحطي لي مثلا خمس ست الوان انا اختار اللي احبه؟ كل بوكس يجي معه خمسة الوان. خمسة الوان ثابت الالوان ولا تتغير؟ ثابت الوان هاي الالوان. ليش زايد الالوان؟ بالعكس خمسة الوان زينة يعني حق التيشيرت. عجبك الموضوع بس هل تفكرين تسوين بعد اشي ثاني غير التيشيرتات؟ الحين بس عندنا تيشيرتات، بس الحين قاعده افكر يمكن نحط قبعات او جاكيتات. حلو جاكيتات الحين بعد جاي نشتا ننطر شتا صح. يمكن خلينا نتكلم يمكن عن الالوان، هل الالوان يعني امنه حق الناس خصوصا الاطفال اللي بيشترون هاي الشيء؟ الالوان امنه للاطفال الكبار، بس هاي الاطفال الصغار افضل ان امهم او ابوهم يكون لازم يكون معاهم شخص كبير يساعدهم.
انت تسوين كل التيشيرتات بروحك ولا تحبين مساعده احد وياك؟ امي تساعدني. امي توجه لها تحيه موجوده طبعا في الاستديو. يوم يعني فكرتي تبتدين بهذا المشروع ياسمين، هل سالتي صديقاتك، سالتي امك ان انا اذا سويته بتساعدوني، تحسين في ناس بتشتري منك؟ لان فكره التيشيرتات حلوه. اول شيء سالت امي لان امي عندها مشروع اوكي، فبعدين قلت حق اصدقائي قالوا لي فكره حلوه وقالوا بيشترون مني لان يبون سبورت، يبون يعطونك الدافع ان تتقدمين اكثر. حلو ما شاء الله. حمد يلا سوي مشروع، خل ادعمك انا بعد اساعدك. صح هاي الربع لازم ما تتخلين عنهم لان هم اللي يساعدونك، لان يعني اللي يساعدك ويساعدك في بداياتك هو اللي يتم معك ان شاء الله. ودي اسالك اكثر ياسمين، يعني انا اذا مثلا سويت ذي تيشرت وحين عندي انا وجهزته وصار ذي اللون، تقدرين بعد تضيفين عليه ألوان ثانية وعقب يوم ثاني بعد تسوينه، ولا لازم بس مرة واحدة تصبغينه؟ ما أدري لأن إذا تحطينه هاي يمكن the colors mix يمكن يصير فوق بعض، يصير دمج الألوان ما يصير حلو. صح أنا كنت بركز على ذي الموضوع لأن يمكن في ناس يبون أكثر من لون مع بعض. إيمان ممكن تلبسين هاي التيشيرت؟ إي والله لبسه، ليش لا، حلو ترى. وتروحين دايما تي البحر؟ إي أروح البحر وحلو خفيف يعني صيفي. صيفي صيفي مع جينز وشوز رياضة خلاص. نفس شوز ياسمين عجبني ما شاء الله. ياسمين مرة ثانية سوي تي شيرت عليه جلتر عشان أنا أكون أول زبون، أنا أحب الجلترز. أكيد كل الشكر لك ياسمين، أتمنى لك التوفيق صراحة شيء حلو. يعطيك العافية. يعني من عمر صغير واحد يسوي له مشروع كذي نفتخر في هالشيء. باكر أنت يمكن تودين البزنس في السوق كله يمكن. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لك ياسمين، ما قصرتي نورتينا. ان شاء الله نشوفك مره ثانيه بافكار جديده ان شاء الله. ان شاء الله مشاهدينا اكيد متواصلين معاكم في ساعتنا الصباحيه، لكن نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم. مشاهدينا عودة لكم، في هذه الفقرة راح ناخذكم معانا لأجواء موسيقية راقية في باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية اللي في الصبح إن شاء الله راح نستمتع فيها مع فرقة سيجنتشر ميوزك باند الموجودة معانا داخل الاستوديو. لكن في البداية راح سيدا نسمع شيء. Thank you.
سلام يا سلام عليكم. وينكم وينكم من زمان؟ الصراحه يعني احنا وايد مستمتعين، حتى الكنترول مستمتع يعني وياكم ما شاء الله. زينه ذكريني بالات يعني جميله متنوعه. اكيد في البدايه نصبح عليك ونصبح على اعضاء الفرقه كلكم. عمران عبد الجليل شلونك؟ تمام الحمد لله. شخبارك؟ الحمد لله. كلمني اليوم عن هذه التوليفه اللي سمعناها اليوم بالات مختلفه. احنا يعني احنا جروب يعني موسيقي صغير، مسوين شيء يعني ما استوى، يعني مسوين فرقه صغيره مكسه من اللي هو آلات شرقية وآلات غربية. صح. حلو ما شاء الله. وبس تعدد لنا الآلات اللي يعني استعملتوها في هذه الأغنية الزينة ذكريني. عندنا له الساكسفون والكمنجة والعود والجيتار والأورج والطار. يمكن عمران أول شيء عرفنا على الفرقة، نبي نعرفهم يعني فرقة مثل ما قلت فيها ميكس، ولكن عرفنا عليهم. عندك في البداية سيد حسن فنان مشهور. طبعاً التقيت وياه في فرنسا في العاصمة الفرنسية وعزفت وياه في سنة 2018، يعني كان لي شرف. يعني من بعد خالد كان بعد مغني ويانا في نفس الموضوع. أنا سمعة من ساعة يدندن الأغاني أنا رايحة أغني وياه. وعندنا سعد صار وياي في جروب في الأوركسترا الطلابية تابعة لوزارة التربية والتعليم. جميل. ما شاء الله موهوب مياود في النص. ايه مسوي لهم الرذم. وعندنا عبد الرحمن جناحي طبعا فنان وصار ويانا بعد في فرنسا سنة 2018 ما شاء الله. وسعد عبد الله غني عن التعريف، انسان ايقاعي يعني جميل. شغلته الايقاع. اي لاحظنا عليه ما شاء الله. هو عشان بس لا يفجر الاستوديو شوي يعطينا وشوي ما شاء الله عليكم. يعني جدا يعني هذه التوليفه اللي سمعناها اليوم حلوه. هل غنيتوا في اماكن، في مسارح، يمكن في فعاليات كثيره من قبل؟ الصراحه ما يعني ما حصلنا فرصه حق نطلع او شيء. يعني توها متكونه الفرقه، يعني ما صار لها شيء. توكم بادين؟ اي تونا مبادين. يمكن عمران انت تقريبا يعني تسوي كنترول وتدير الفرقه، كلمني عن يمكن الاله اللي انت يعني تحبها هي الترمبت، ليش انت وايد تعلقت فيها؟ وكلمني شلون التوليفه صارت مع باقي الموسيقى وباقي الزملاء وياك. هي هو الموضوع شوي صعب بيكون بالنسبه للالات اللي هم الشرقيه، فلازم تختار شيء يعني مناسب، يعني نفس النغمات عندكم النغمات الشرقيه يعني ما تضبط على الآلات الغربية. يعني كون الترامبت ما يطلع نغمات شرقية يعني، فلازم انت تمكس وتعدل وتشيل الأشياء. حلو. تدربون بشكل يومي عمران؟ يعني بينكم كفرقة ما شاء الله انتم عدد كبير، وعشان تسوون هذه التوليفة بآلات غربية بآلات شرقية تحتاجون تدريب مكثف، بالذات انتم تختارون أغاني يعني بحرينية يمكن كل الآلات فيها شرقية. فتدربون بشكل مستمر؟ احنا على طول نتدرب، يعني كنا قبل لا يصير اللقاء يعني تقريبا بشكل يومي يعني نتدرب لمدة 4 ساعات 5 ساعات. حلو. يمكن انا اللي لاحظته يعني ان ايش قد هما ايمان، رغم انهم يعني تقريبا اكثر من 6 اشخاص صح عدد زين، ولكن ما يطالعون بعض حتى فاهمين بعض وبهدوء بالسمع ما شاء الله عليهم. حتى هاي المخرج اللي قال انا اتوقع هاي نقطه قصده ان وايد مرتبين حتى ما يطالعون بعض، يعني وايد متفاهمين. فلازم نسمع شيء. احنا لازم نسمع شيء. شنو بتسمعونا الحين؟ من خلقت الدنيا. يلا سعد بعد نبي لقاء. ها الحلو. Thank you.
ما شاء الله عليكم. انا صراحه ما ودي اسالكم، ودي بس طول الوقت تغني بس بعد اغنيه ثانيه بعد لكن عمران ودنا نسالك اكثر. يعني ما شاء الله عليك، انت قاعد يمكن تعزف على الات شويه نوعا ما خلينا نقول صعبه، وايد صعبه صح، يعني من اصعب ترى الالات الموجوده اليوم ويانا. شلون طورت موهبتك؟ شلون حاولت انك تطور نفسك في هذه الاله؟ اول بداياتي كانت على اللي هي اله الترامبت. بديت بمرحله صعبه صق، بس وقفت وتحديت نفسي وقلت انا لازم اطلع، ما دام الشيء حاب بالشيء يعني فلازم ابدع فيه. وبس قعدت شوي شوي في البيت، كانت عندي اله قديمه بديت عليها، لما الحمد لله اشتريت لي اله جديده واله يعني بروفيشنال شوي، وطورت من روحي شوي شوي. تعلمت عليها. جميل. عمران يمكن اللي لفاتني السولو مال الجيتار في البدايه او العود سوري شيء وايد حلو. يمكن هو مايك مو شغال عنده، ولكن كلمني انت بالنيابه عنه، شلون تحس؟ لازم كاغنيه يعني اللي هو لازم يطلع الفن العريق لبلدنا احنا يعني لوطننا، فلازم الفن البحريني اي لازم يعطي طعم في البدايه عشان يمهد لنا كامل. فاحنا اللي علينا نفرش له ونبرز له وهو بس يروح. ما شاء يعني الله عليكم. ما شاء الله عليك. واكيد انتم تختارون الاغاني بعنايه، واكيد كلكم تتفقون شنو الالات اللي راح تدخلونها. انا ودي اسمع بعد شيء الصراحه، شنو طماعين بتسمعون؟ نحن طماعين، انتم فنانين واحنا مستمتعين وياكم. شنو راح تسمعونا؟ راح نسمعكم ثلاث دقات ان شاء الله. يلا. السلام عليكم. صراحة يعني أنا مستمتعة جداً. يمكن في سؤال في بالي في موضوع اللي هما يعني ما شاء الله هما في اللايف وايد مرتبين متمكنين. ما عمران يمكن ما فكرتوا أن تسجلون تسوون ريكورد، يعني تسجلون هذه المعزوفات اللي تسوونها كلها
يعني تسوونها كريكورد مسجل اكثر من لايف ولا بس لايف؟ احنا صورنا فيديو يعني اوكي وفي البروفا اللي هو امس كانت عندنا بروفا قبل نجي هنا اوكي فرتبنا رتبنا وصورنا وكل شيء كفيديو كليب كفيديو. فانتوا يعني بتركزون على التسجيلات اكثر بعد ان شاء الله في الايام القادمه. انا ودي اسالك عمران اكثر، انتوا شنو حاطين في بالكم حق هذه الفرقه؟ لوين حابين توصلون؟ يعني شنو الخطط المستقبليه اللي حاطينها؟ والله يعني احنا كنا كفرقه يعني مصغره وتونا طالعين يعني على السوق على قولتهم، فاحنا حابين بس ان الناس تسمع، حابين نطلع يعني في يعني كنا احنا كعازفين شوي صارتنا انه ما في دعم شوي في البحرين، بس ان شاء الله كل شيء راح يكون اوكي تمام، دا حطينا على روحنا وطلعنا. اكيد اكيد الدعم موجود اكيد حق هذه الفن اليوم، يمكن تلفزيون البحرين راح ينقل حق المشاهدين انتم ما شاء الله ايش كثر مبدعين، ايش كثر فنانين، ايش كثر موهوبين، واكيد انتم تستحقون الدعم لان ما شاء الله عليكم فرقه متكامله وموهوبين، وشفناكم في اللايف يعني احنا دائما نقول يمكن العزف اللايف وهذا الكم من الاعضاء يمكن نوعا ما في شوي صعوبه، بس انتم قدرتوا تتغلبون على ذي الشيء، يعني اهنيكم كلكم. واكيد احنا قبل ما نختم معاكم ودنا نسمع شيء كذي جميل منكم اذا بتسمعونا في نهايه الحلقه. تمام تسمعونا شيء حلو جديد؟ تمام يلا ما مشكله. الحين الجماعه يسالون شنو راح متفقين شنو بتسمعونا، ولا تبوا تعرفون من عمران شنو راح يختار؟ لا يعرفون يعرفون مرتبين روحكم. ما شاء الله عليكم. عليكم صراحة تستاهلون الصفقة والله. الأشياء والفرق اللي سمعته يمكن من فترة طويلة صراحة يعني فعلا. بدون أي مجاملة شيء كلكم مبدعين وأكيد نتمنى لكم كل التوفيق. بعد عندكم شيء مجهزينه ولا؟ أيه. احنا ما نقول لا، ما نقول لا. حتى الكنترول مستمتعين. شنو تبون تسمعون كنترول ولا على ذوقهم؟ يلا على اللي مجهزينه شنو بعد بتسمعونا؟ احنا تعبناكم كل شوي بس والله مستمتعين. اي مستمتعين احنا وياكم. راح نرتب لكم اغنيه لايت لايت ميوزك حق الريلاكس يعني. يلا نبي ريلاكس حق الكنترول بعد ياخذ ريلاكس خلاص.
دام ريلاكس الموضوع اوكي. انت قلت ريلاكس وصج صج ريلاكس يعني من كذي صراحة نحب صيف البحرين واليوم انتو اثريتونا صراحة نعم الشرف ان شاء الله وايد حلو نشكركم على وجودكم نشكركم على حضوركم نتمنى لكم التوفيق انت قلت نحتاج دعم وان شاء الله الناس ترى تفهم وتعرف بين الشيء اللي كواليتي الشيء الزين الصح اللي ان شاء الله توصلون فيه للعالمية وانا ما اتكلم ترى هني ولا اتكلم على البحرين لا تفكر ان انت تبي دعم هني حط في بالك ان انتو ان شاء الله للعالميه لان انتم فانكم قوي انا من اشي اللي يعني اشي من اشي اللي احسن الاشي اللي شفتها وسمعتها ما شاء الله عليكم اكيد نتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله نشوفكم في محافل ثانيه يا رب ونشوفكم في ايفنتات ونشوفكم في فعاليات انا مستانسه الحين تحت خذ راحتك انا ريلاكس اكيد يمكن نشكركم وصلنا مشاهدينا لختام حلقه برنامجكم الصباحي صيف البحرين ونشوفكم اكيد باكر مع السلامه